محمود الجزار يعني واضح ان ده ال على فكرة هو ما اسموش الجزار، الجزار ده لقب. اه ده كده يضرب مع حسام البدري قوته يعني نظرا ان عنده قوة بدنية. اه وهو لاعب يعني مهذب من خلال التعامل، يعني كابتن زيزو كنت عامل معاه ارتاح، كابتن علاء ميهوب اتعامل معاه ارتاح، كابتن حمدي اديك سامع بيقول ايه. نتمنى بقى انه يفضل كده، ما يتخنش ودنه، ما يتلمش على اصدقاء بقى ياخدوه يمين وشمال، يعرف انه داخل على تحدي وان الارض مش مفروشه ورد، ده بالعكس هيخش في منافسه ضخمه جدا، زائد ان حجم التوقعات دلوقتي اصبح معقود عليه وهيكون محل مقارنه مع بعض الناس اللي احنا يعني فضلنا بينهم، فباذن الله تكون صفقه يعني ان شاء الله يكون لاعب مفيد ولاعب مهم باذن الله للنادي وللمنتخب لاحقا ان شاء الله.